بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الحجامة المستقبلية. من خلال النتائج السابقة يتبين لنا أن أبحاث الحجامة لا تزال في بداياتها، ولذلك ينبغي على أطباء المسلمين أن يقوموا بمزيد من التجارب لإثبات صدق هذه السنة النبوية المؤكدة، وأن تشمل التجارب أمراض جديدة لم يتم بحث عنها بشكل كافي من قبل مثلاً إجراء تجارب على فائدة الحجامة للأمراض النفسية، أيضا تجارب على فائدة الحجامة بالنسبة للمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز، أيضا ثلاثة تجارب على فوائد الحجامة في تخفيف الوزن وهو معالجة الوزن الزائد، أيضا أربعة القيام بدراسات لمعرفة أثار الحجامة الوقائية من السرطان بأنواعها، أيضا خمسة فائدة الحجامة في علاج الإدمان على الخمور أو المخدرات أو التدخين، ستة إجراء أبحاث لمعرفة تأثير الحجامة على أمراض العصر مثل الشيخوخة المبكرة والزهايمر والخرف والشيب المبكر، والله أعلم.